السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة أسرع الوصفات. اليوم سأقدم لكم وصفة مذهلة بل ورائعة في تبييض البشرة باستعمال مكون موجود في كل مطبخ وهو الطماطم. يعني هذه الوصفة استخدمها أنا شخصيا والنتائج رائعة جدا. يعني فقط في هناك خطوتين في عمل هذه الوصفة، تتبعوا الفيديو لكي تنجحوا في عمل هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في تقديم الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك للفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أيضا أتمنى من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي أنهم يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس ويدعموني، وذلك لكي تصلكم جديد جميع فيديوهاتي للوصفات المصورة والناجحة إن شاء الله. وبالنسبة للوصفة، نحتاج تقريبا نصف حبة طماطم فقط. نقوم بطحنها أو بشرها في هذه المبشرة، يعني في الجهة التي تكون رقيقة بهذا الشكل، ثم نقوم بتصفيتها. نقوم بتصفيتها بهذا الشكل، يعني ماء الطماطم نحتاجه في الوصفة الثانية. ثم نأخذ هذا الخليط ونضيف عليه ملعقتين من السكر، السكر العادي، ونخلط المكونين جيدا. يعني هذه يعني الطريقة الأولى أو العمل الخطوة الأولى، سنقوم بتقشير الوجه للتخلص من جميع يعني الخلايا الميتة على البشرة، ولكي يكون مفعول الوصفة أقوى. نوزع الخليط على الوجه، ثم نقوم بحركات دائرية يعني تكون ناعمة أو خفيفة، ونترك الخليط مدة 10 دقائق على الوجه. قلت نوسع الخليط على الوجه، ونقوم بحركات دائرية خفيفة وبسيطة لتقشير الوجه والتخلص من الخلايا الميتة، ونتركه لمدة تقريبا 10 دقائق يعني كافية. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ. ثم ننتقل للخطوة الثانية، وهي نحتاج إلى عصير الطماطم. نضيف إليه يعني على حسب كمية العصير أو على حسب حجم نصف حبة الطماطم، نضيف ملعقتين إلى 3 ملاعق من دقيق الذرة أو نشاء الذرة أو المايزينا أو الكورن فلاور. ونخلط المكونات مع بعض. يعني إذا شفت أنه الخليط سائل، ممكن أن نضيف كمية من الدقيق، ونضيف عصارات من الليمون، كمية قليلة جدا. راح نضيف كمية أخرى من دقيق الذرة لأنه الخليط مش راح يساعدنا في فرده على الوجه، راح يكون سايح ويسحنا على جميع الوجه. نخلط جيدا. يعني نأخذ وقتي في خلط المكونات،
لأنه الدقيق الذرة صعب أنه نحركه مع المكونات الأخرى. المهم أني نخلط المكونات جيدا، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة من 20 دقيقة إلى نصف ساعة، يعني نقوم بتوزيعه فقط يعني بدون حركات دائرية، ونتركه على الوجه حتى يجف تماما من 20 دقيقة إلى نصف ساعة. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وإذا كان عندنا مكعبات مثلجة من ماء الورد ممكن أن نمرر مكعبات الماء الورد، أو يعني نصيحة أخرى أن دائما نحتفظ بماء الورد في الثلاجة، يعني دائما نضع ماء الورد في الثلاجة ونحتفظ به، وعند الاستعمال يكون بارد، سيساعد كثيرا في غلق مسامات الوجه. تكرر هذه العملية يعني ممكن 3 مرات حتى 4 مرات بالأسبوع، يعني وصفة رائعة جدا، والنتائج سوف تظهر من الاستعمال الأول، يعني استخدمتها أنا شخصيا وجدت نتيجة رائعة جدا. أتمنى منكم أحبائي لايك للفيديو، أتمنى منكم مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، أيضا أتمنى من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس لكي تصلهم جميع فيديوهاتي. إن شاء الله أكون أفدتكم بهذه الوصفة، أنتظر آراءكم وتعليقاتكم فيما يخص جميع الوصفات التي أقدمها، أو فيما يخص الوصفات التي تحتاجونها، وإذا احتجتم إلى أي وصفة يعني ادخلوا زوروا قناتي وادخلوا على جهة الفيديوهات وسوف تجدون مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية والناجحة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.